حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا. خلاف تركي أمريكي جديد عنوانه سوريا، وفي تفاصيله وبين سطوره تطل طهران وموسكو برأسيهما. مشروع قانون أمريكي قدمه مجموعة من النواب يقترح وقف بيع الأسلحة مؤقتا لتركيا، خطوة أمريكية أرجعها البعض إلى سببين يقعان في جوهر الخلاف الذي بدأ بالتفاقم بين البلدين في الآونة الأخيرة. في قلب هذه الخلافات الملف السوري بتعقيداته وأزماته التي باتت ترسم أطر سياسة تركيا الخارجية، والتي بدأت بنسجها مؤخرا بناء على تطورات الأحداث على الأراضي السورية. وثاني هذه الأسباب صفقة صواريخ الأس 400 التي عقدتها أنقرة مع موسكو، وهو ما أثار حفيظة حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو. هذا علاوة على ملفات عالقة فيما بينهما تتعلق بمطلوبين تريد تركيا من واشنطن تسليمهم. وفيما تدرس الولايات المتحدة إمكانية إيقاف السلاح إلى تركيا، تغدق بأسلحتها المتطورة إلى غريمة تركيا وهي ميليشيات قصد. فإلى أين تتجه العلاقات التركية الأمريكية؟ هل ستشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد؟ وهل سيتبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار الذي يقضي بوقف السلاح إلى أنقرة؟ ولماذا تصر واشنطن على مد الأكراد بالمزيد من السلاح؟ هل تريد إغاظة تركيا ومعاقبتها بسبب التقارب مع روسيا؟ وفي حال تم تبني مشروع القرار، ما هو الموقف التركي؟ هل ستلجأ للرد على الأرض كما هدد الرئيس أردوغان؟ أما في ملفنا الثاني إلى صناديق الاقتراع، توجه اللبنانيون اليوم بعد سنوات تسع من الانقطاع عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في بلد تتعقد فيه صورة المشهد السياسي وسط التجاذبات الدولية والإقليمية وتأثير العديد من الجهات على مسار العمل السياسي فيه. جرت الانتخابات إذن في مشهد وصفه اللبنانيون بأنه يعيد إنتاج القديم بصورة جديدة، فالكراسي النيابية والزعامات فيه بالوراثة. فإن كانت الحياة السياسية في كثير من البلدان مقتصرة على تكرار انتخاب القائد، ففي لبنان يعاد انتخاب القيادات السياسية التي أصبحت حكرا على بعض العائلات والتي باتت تتصدر العمل السياسي منذ عقود. هذا بالإضافة لتأثير المحاصصات الطائفية في تكوين الصورة العامة للدولة. فعلى الرغم من تعديل قانون الانتخابات، إلا أن الكثير لم يعد يعول على تحسن الوضع السياسي مع بقاء أساس المشكلة والمتمثلة بالطائفية والتأثير الخارجي والميليشيات المنتشرة ومشكلة سلاح حزب الله الذي أصبح أمرا واقعا وخطا أحمرا لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. فهل ستسهم هذه الانتخابات بتحسين الحياة السياسية في البلاد؟ وهل سيكون مجلس النواب اللبناني مختلفا عن السابق على ضوء قانون الانتخاب الجديد؟ أم أنه سيعيد إنتاج نفسه بصورة مختلفة؟ وطبعا كيف ستلقي نتائج هذه الانتخابات بظلالها على الوضع في سوريا؟ التفاصيل بعد قليل. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة سترد إذا ما أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح. ووصف أوغلو تقديم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي لاقتراح بوقف مبيعات الأسلحة لتركيا بأنه خاطئ وغير منطقي. نتابع التقرير. العلاقات التركية الأمريكية ليست في أحسن حالاتها، فمنذ البدء في عملية غصن الزيتون والعلاقة بين البلدين تشهد توترات متفاقمة أصبحت علامة بارزة لهذه العلاقة المتدهورة فيما بينهم.
أعضاء بمجلس النواب الأمريكي يصدرون مشروع قانون الدفاع السنوي ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين. إلى هنا الخبر طبيعي، ولكن الجديد في هذه القائمة التي وضعها النواب الأمريكيون هي أن توضع تركيا فيها لتصبح أنقرة من ضمن الدول التي تسبب قلقا للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا بد لها أن تجتنب إيصال تقنياتها العسكرية إليها لما تشكله من خطر يهدد مصالحها على المستوى الإقليمي بحسب التصور الأمريكي، حيث اقترح مشروع القانون وقف مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى تركيا. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصف الاقتراح في مشروع القانون بالخاطئ وغير المنطقي، وذكر أنه لا يليق بالحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وحذر أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة فإن بلاده سترد عليها. وفي الوقت الذي يسعى مجلس النواب الأمريكي فيه لوقف إمداد تركيا بالأسلحة، تعمل واشنطن على مد عدو أنقرة اللدود بكافة أنواع الأسلحة والمتمثل بوحدات الحماية الكردية، حيث تحدثت مصادر عن وصول 10 شاحنات تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات القتالية إلى قسد، قدمت من العراق من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عبر معبر فيش خابور الواصل بين سوريا وإقليم شمال العراق بمحافظة الحسكة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره أكد أن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على حدودها بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، خطوة قرأها البعض بأنها تجاوز للدور الأمريكي ووجوده في الشمال السوري، وهو ما قد يؤدي بحسب مراقبين إلى اصطدام في المصالح بين الجانبين، ما يدفع البلدين إلى مزيد من التصعيد. مراقبون أشاروا أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تشهد أسوأ حالاتها في هذه الفترة، والمشهد السوري هو العنوان الأبرز لهذا الخلاف، فلقد ألقت الأزمة السورية بظلالها على تركيا حتى أصبحت تعمل على تشكيل تحالفاتها بناء على ما يحدث في الساحة السورية، وباتت تبني سياساتها الاستراتيجية والجيوسياسية على أساس التطورات التي تجري على حدودها، وهو ما وسع الهوى بينها وبين واشنطن وأسهم بالتقارب مع موسكو وطهران، هذا التقارب الذي قسم ظهر البعير في العلاقة بين البلدين. أناقش هذا المحور مع باولو فون سيراخ رئيس معهد السياسة العالمية، انضم إلينا مباشرة من واشنطن. مساء الخير وأهلا بك معنا. أيضا أرحب بالدكتور يوسف كاتب أوغلو، كاتب ومحلل سياسي من إسطنبول، انضم إلينا مساء الخير. وأرحب أيضا بالدكتور إبراهيم لجباوي، المحلل السياسي، ينضم إلينا مباشرة من عمان. مساء الخير وأهلا بك معنا. أبدأ معك أستاذ السيراخ، ما الدوافع وراء تقديم هذا المشروع؟ هل هي إجابة على صفقة الأس 400 أم هناك حسابات أخرى برأيك؟ من الصعب جدا أن أجيب على ذلك، لأن العلاقات الثنائية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا كما أشير في التقرير خاصتكم بالطبع تخضع لمشكلات عدة فترة أخيرة، وهذا ليس جيدا، ولكن لابد ألا ننسى أبدا أن هذين حليفين في الناتو منذ فترة بعيدة ومنذ زمن بعيد، وبالطبع لديهم علاقات سياسية و عسكرية منذ عقود عدة، ومن غير الجيد أن يقع في هذه المشكلة الآن. نعم، قد يتم تبني ذلك المشروع، ولكن قد يكون أيضا التعامل العسكري ما بين روسيا وتركيا هي أيضا مشكلة، ولكن طبعا كما تعرفون أن ما يتم الآن في سوريا وقد أدى إلى العديد من المشكلات، وحتى في أنقرة كما ترون أنها قامت بتكرار مرة تلو الأخرى أن تقوم بتهديد المناطق التي تدعمها أمريكا وخاصة الأكراد، وبالطبع قد كان هناك إشارات مختلفة من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بإيقاف توفير الأسلحة للأكراد، وذلك بناء على طلب تركيا، ولكن ذلك لم يحدث. ولكن فكرة المشروع
القرار بإيقاف بيع الأسلحة لتركيا، لا أعتقد أن ذلك لن يتم العمل به، وأعتقد أنه ليس ملزما، ولكنه في نهاية المطاف هو مشروع قرار وليس قانون. الفكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتجميد التجارة أو بيع الأسلحة إلى تركيا، أعتقد أن ذلك شيء غير متوقع أبدا، ولا أعتقد أنه سيرحب به حتى. أتمنى أن يكون هناك توضيح معين يظهر بسبب ذلك من البيت الأبيض وبالطبع من الوكالات المسؤولة في أمريكا وخاصة وزارة الدفاع، لابد أن يقوموا بإلقاء الضوء على ما يحدث هنا. مرة أخرى، إن القضية السورية بالطبع هي قضية معقدة جدا، ولكن في نهاية المطاف وكما رأينا في العام الماضي فقد كان هناك بعض الحلول السياسية، قد كان هناك أيضا تطورات تؤدي إلى أن الحالة قد تتحسن، وللأسف ما يحدث أيضا غير مبشر بأي خير. صراخ سيد صراخ، يعني ما ذكرته في نهاية حديثك بأن الحالة سوف تتحسن وكانت هناك انفراجة، يعني نتذكر التصعيد الذي حصل بين أنقرة وواشنطن بعد منبج فيما يتعلق بعد عفرين عفوا فيما يتعلق بمنبج، وطبعا حصلت انفراجة وكان هناك حديث عن اتفاق أو توافق قبل إقالة تيلرسون، وتوقف الأمر حتى يأتي وزير خارجية أمريكي جديد من أجل البحث أو البت مجددا في المسائل العالقة بين البلدين. ولكن ألا يعتبر هذا التصعيدا الآن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا؟ ما السبب؟ يعني هذا هو السؤال. نعم، إن كانت هذه الحالة فهذا ليس جيدا وهذا يعتبر تصعيد، ولا أرى أيضا أن هناك أي سبب لفعل ذلك وغير ضروري أبدا، وذلك سوف يعقد، وبالطبع قد عقد العلاقات كما ذكرت الآن، وكما وقد قبل أن ينهي خدماته وزير خارجية كان في تركيا، وكان يبدو وكأنه قد قام بوضع العلاقات على مسار جديد وبمحاولة جدية لتصليح العلاقات وللاستماع إلى المخاوف التركية، خاصة فيما يتعلق بالحدود الجنوبية الخاصة بها والتي تعتبر مشكلة كبيرة جدا لتركيا. أحيانا قد لا نفهم الصلة ما بين BKK ووايت بي جي، وكيف أن تركيا كيف تنظر تركيا للدعم الأمريكي خاصة الأكراد السوريين من خلال التسليح ومن خلال المساعدات، وكأنها كما تعرفينها في نهاية المطاف أعداء لتركيا، وهذا يبدو وكأنه كما رأينا في العام الماضي أنه كان هناك حلول أفضل، ولكن الآن ووفقا لما نراه على أرض الواقع فإننا نعود مرة أخرى إلى فترة التصعيد السلبي. وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية إن ظلت تسلح الأكراد ولم تقم وقامت أيضا بإيقاف بيع الأسلحة لتركيا، فإن ذلك سوف يكون تطور سيء جدا، وأعتقد أن ذلك لن يكون من وراءه أي مصلحة، لأن تركيا في نهاية المطاف هي حليف ولا بد أن ننظر إليها على أنها صديق. نعم الدكتور الإجباوي، يعني أكيد هو الملف السوري سبب العقدة بين أنقرة وواشنطن وسبب العقدة بين أطراف دولية وإقليمية بالنهاية، ولكن حينما تصل الأمور إلى هكذا مشروع قرار فماذا يمكن أن نقرأ منه بتبعاته قادم الأيام؟ مساء الخير لك وللسادة الضيوف. مساء النور. يعني المشهد السوري دائما هو الحاضر في كل المباحثات سواء التركية الأمريكية أو التركية ودول أخرى، لكن الأمر فيما مع أمريكا يختلف قليلا، حيث أن المشهد السوري منقسم إلى نصفين، مشهد باتجاه الأكراد الذي تتوجس منه تركيا، تواجد الأكراد لا سيما البي كي كي والبي اي دي، اللذين هذين فصيلين
البلدين تتوجس منهما تركيا، وأمريكا تصر على مساندة هذين الفصيلين. طبعا ليس، لا أعتقد أنه نكاية بتركيا ولا ضغط على تركيا سياسيا ولا عسكريا، ولا أنها تعمل على استفزاز تركيا من خلال هذين الفصيلين. هي تستخدم هذين الفصيلين لتحقيق أهدافها في المنطقة، لتحقيق مصالحها، بدلا من أن تأتي بجنودها وتضعهم كما وضعتهم في العراق قبل عقد ونصف من الزمن تقريبا. اليوم هي ترى أن هناك من يقوم بهذه المهمة وكالة وبنيابة عن جنودها. سأعود إلى هذه النقطة، المهمة بالوكالة وقصد وميليشيات قصد، ولكن نعم. مشروع هذا القرار الآن يعني في توقيته، ماذا، ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها واشنطن لأنقرة؟ يعني هذه الرسالة هي، أو هذا المشروع القرار، هو عبارة عن أن أشخاص، وكلنا يعلم بأن أعضاء الكونغرس الأمريكي أو مجلس النواب الأمريكي يبادرون دائما إلى مثل هكذا قرارات، وهم هؤلاء الأشخاص متفقين على رأي واحد باتجاه السياسة التركية، وقد يكون هم الضالعون كما اتهمتهم تركيا بانقلاب تموز 2016، وبالتالي هؤلاء يحاولون أن يفرمتوا المد التركي الأردوغاني الجديد، ولا سيما بعد البيان الذي أصدره رجب طيب أردوغان في حملته الانتخابية الأخير. هذا القرار لا أعتقد أنه سيمرر عبر الإدارة الأمريكية، سيلقى الفيتو من قبل الرئيس الأمريكي، لأن أمريكا سياسيا لن تتخلى عن تركيا في حلف الناتو ولا كحليف استراتيجي مطلقا. هي تحاول أن لا ترمي بتركيا إلى حضن روسيا أكثر من هذا الذي حدث بعد انقلاب تموز، وبالتالي أمريكا ستحافظ على الوجود التركي في حلف الناتو، لأن خسارة تركيا في حلف الناتو هو خسارة للحلف كليا، وأعتقد أن هذا الحلف سينهار فيما إذا خرجت تركيا التي تقارب نصف الموجود. دكتور أوغلو، استمعت إلى يمكن أن نسميها وجهة نظر الأمريكية من خلال السيد باولو فان سيراخ، يعني اعتبر مشروع القرار هذا غير مبرر، ولكن تركيا تعليقك في البداية على مشروع القرار هذا في توقيته في دلالاته، ما هي العلامات التي تنبعث منه في ظل هذا المشهد التركي الأمريكي المعقد على الأرض السورية؟ مساء الخير، بداية تحياتي لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين. على الجميع أن يعلم بأن تركيا القديمة انتهت، الآن هنالك تركيا الجديدة القوية، تركيا التي تفرض أيضا احترامها على الجميع وتطالب، وأيضا هي تحترم أيضا العلاقات الثنائية المشتركة. تركيا ليست ولاية تابعة لأمريكا، يعني أمريكا عندما تنزعج أو تقوم بمحاولة تفكير بإصدار قرار أو قانون ليصوت عليه بمنع الأسلحة عن تركيا أو فضل أو فرض حصار على تركيا عسكريا، هذا أمر غير مقبول ومرفوض، وتركيا ستقوم بما يلزم بذلك، لأن تركيا الآن هي لديها الحرية الكاملة أن تعقد صفقات أسلحة مع روسيا، مع الصين، مع أي دولة في العالم، مع الكونغو، لن تستأذن أمريكا، هذا واحد. ثانيا، يجب إذا كانت أمريكا حريصة على علاقتها مع تركيا أن تحترم أيضا ألا تقوم بتزويد أسلحة إلى عدو تركيا اللدود، وهذه المجموعات الكردية المسلحة الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي والممتدة على الحدود المشتركة. يعني أمريكا موجودة في سوريا وهي ليست لديها حدود مشتركة مع سوريا، يعني تركيا هي المعنية الآن بتسليح هؤلاء. هؤلاء الآن موجودون لتحقيق حلم أمريكي وإقليم فيدرالي على أساس عرقي كردي، لذلك تركيا لن تسمح بذلك، وتركيا ستستمر في عملياتها العسكرية في تحرير المناطق الحدودية وفق القانون الدولي. طيب، بقطع النظر، سأعود إلى هذه النقطة دكتور أوغلو، ولكن بقطع النظر عن تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيات قصد، يعني مشروع القرار، وحتى إذا ما صدق عليه هذا المشروع القرار، يعني هنا سؤال، لماذا تنزعج تركيا من هكذا مشروع قرار أو من هكذا قرار أمريكي؟ يعني تركيا بالنهاية هي قوة في حلف الناتو، في حلف شمال أطلسي، وهي بالنهاية أيضا حليفة لروسيا، وهناك صفقات كما تفضلت تقوم بها تركيا مع بلدان مختلفة على رأسها روسيا. يعني
هذا لا يمنع تركيا دولة مستقلة، هذا قرار سيادي. تصريح الأمين العام للناتو قال يعني نحن نحترم أي قرارات سيادية. اليونان قامت بإجراء صفقة مع روسيا وحصلت على S-300. يعني هذا كلام فقط يذر الرماد في العيون. الانزعاج الحقيقي الأمريكي هو بسبب أي نعم التقارب التركي الروسي، ولكن هي تريد الآن أن تعطي ضبابية وتشويش في المنظر السياسي أو الرؤية السياسية الآن. لماذا التوقيت الآن؟ هذه الصواريخ تم التوقيع عليها في 12/9 من العام الفائت. التوقيت الآن له دلالات. 1-2 يعني إذا كانت أمريكا منزعجة لماذا لم توافق على تزويد تركيا بصواريخ باتريوت قبل توقيع هذا العقد مع روسيا؟ تركيا طلبت من أمريكا صواريخ باتريوت ولم تقوم أمريكا بتزويد هذه الصواريخ إلى تركيا. منظومة الدفاع الجوي. ثالثا على الجميع أن يعلم يعني كيف تكون هناك مصداقية وثقة وما يتزال أمريكا إلى الآن تقوم بتقديم السلاح مجانا إلى الميليشيات المسلحة الإرهابية PYD YPG PKK، وتركيا عرضت بمبالغ طائلة أن تشتري هذا السلاح وتمتنع تركيا أمريكا عن ذلك. لذلك هذه أزمة مفتعلة. أتوقع بأن أمريكا يعني يجب أن تعي تماما بأن تركيا هي ثاني أقوى جيش في الناتو، وهي إذا كانت هي حليف فيجب أن يكون هناك احترام للعلاقات بين الحلفاء، لا أن تقوم بتزويد أعداء تركيا بالسلاح هذا مجانا. هذا ما ستحول به إلى السيد سراخ. دكتور أوغلو اسمح لي، سيد سراخ، في الوقت الذي يطرح مشروع قرار لمنع بيع الأسلحة إلى تركيا تزامنا مع هذا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى ومن جديد تزود الميليشيات الكردية، ميليشيات قصد تحديدا بالأسلحة، يعني سؤالي لماذا تصر الولايات المتحدة على تسليح الأكراد حتى الآن؟ يعني من المفترض أنها أمنت مصالحها في الشرق السوري وحتى في جنوب سوريا، عدا عن وجود تحالف دولي يتحرك ضد داعش وحتى ضد أي محاولات للميليشيات إن كانت نظام أو إيرانية، ما السبب؟ لكي أكون أمينا معك، ما تقولينه يبدو منطقيا، ولقد تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن ذلك أيضا مع نظرها التركي في أن تسليح الأكراد السوريين كان فقط من أجل مكافحة داعش ومحاربة داعش، وبالطبع هذه محاربة داعش ومكافحتهم لم تكن مطلقة، ولكن تم هزيمة داعش. وأعرف أن هناك بعض العناصر الداعشية، ولكن لكي نكون صريحين وأمينين لقد تم هزيمة داعش. ولكن عندما نتحدث عن الاستمرار في تسليح الأكراد في سوريا هو ليس واضحا لي، ولا أفهم حتى ما هو المنطق خلف ذلك. وبشكل خاص عندما نتحدث عن منذ العام الماضي في إدارة ترامب أعلنت أنها سوف توقف تسليح الأكراد، وبالطبع من أجل إسعاد أنقرة، وقد قالت تركيا أن هذه أخبار جيدة وأمريكا لابد أن توقف تسليح الأكراد. وللأسف وحتى أنهم قالوا أنهم سيقومون بنزع السلاح من الأكراد بعد إتمام عملية هزيمة الخليفة وهزيمة داعش، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تأخذ سلاحها مرة أخرى. لقد سمعت عن ذلك، وطبعا تعرفين أن ذلك من المستحيل أن يتم ومن الصعب جدا أن يتم، وهذه كانت حتى التعليقات والمحادثات الرسمية التي قالتها السلطات الأمريكية من أجل أن تقوم بدحض المشكلات والمخاوف التي تقلق منها تركيا. ولكن الآن ذلك لم يتم، وذلك من أجل حتى أن يتم استكمال محادثات أفضل. وحتى الآن لا نفهم ما هو السبب. من وجهة نظر أنقرة أن يفسر ذلك على أن هذا تصرف غير ودي على الإطلاق، مرة أخرى لأن موقف أنقرة من هذه الأمور التي تحدث في سوريا وصلاتها حتى مع صلاتها مع PKK في تركيا. بالطبع كما تعرفون أن أنقرة تعتبر ما أمريكا تقوم به هو عبارة عن تصرف عدائي
الغذائي، ولا أرى حتى أن هناك داع لتسليح هذه المجموعات، وكما أشرتم أنتم أيضا. واضح سيد سراخ. دعني أتحول إلى الدكتور الجباوي. دكتور الجباوي، هل لديك تبرير لماذا الآن حتى الآن مصرة ومستمرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسليح الميليشيات قصد؟ يعني هل يدخل هذا في إطار التصريحات أو النية الأمريكية المبيتة للخروج من سوريا، بالتالي تكون القصد وميليشيات قصد هي البديل؟ لا أعتقد أن أمريكا سوف تخرج من سوريا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن مصالحها مرتبطة بوجودها، ولو كان هذا الوجود وجود رمزي على الأرض، لأنها هي أوكلت لقوات قسد أن تنوب محل جنودها الذين من أيام أوباما رفض أن يرسل جنود إلى المنطقة أثر تجربة العراق. وبالتالي الوجود الأمريكي الرمزي برفع العلم الأمريكي هنا وهناك، هذا هو يدلل على أن أمريكا لن تخرج ولا بأي شكل من الأشكال من الأزمة السورية. هي لها مصالح، ولن تتحقق المصالح إلا بوجودها شخصيا، أما في غيابها حتى ولو كان لها وكلاء لن تتحقق مصالحها. وبالتالي هي تدعم هؤلاء الميليشيات الانفصالية بعد أن رفضت فصائل الجيش الحر أن تحل محل تلك الميليشيات، لأن كلنا يعلم بأن الإدارة الأمريكية أو أمريكا بشكل عام دخلت على الأزمة السورية من خلال محورين. المحور الأول مثله CIA الذي زعم حينها أنه يدعم الجيش الحر المعتدل، ولا وهو بالحقيقة كان يشرف على دعم هذا الجيش الحر من خلال غرفتي الموك في الجنوب والموم في الشمال، بينما المحور الثاني مثله البنتاغون الذي كان هناك شكل هناك تحالف دولي لمحاربة ما زعم أنه محاربة داعش. وبالتالي كلنا يعلم والجميع بات يعلم بأن الجيش الحر رفض أن يتعاون مع البنتاغون لمحاربة داعش في البداية، وكانت حجة الجيش الحر بأنه حينما ننتهي من محاربة الأسد سوف يسقط داعش تلقائيا، لأننا نعتقد بأن داعش هو الوجه الآخر لنظام بشار الأسد الذي أوجدته هذا التنظيم، أوجدته القوى المخابراتية العالمية. دكتور أوغلو، تركيا سترد كما تفضلت منذ قليل، هل هذا ما يترجمه ما قاله أو تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا؟ العمل التركي في العمل العسكري التركي في سوريا مستمر، لن يتوقف، سيطال تل رفعت، سيطال منبج، وحتى تحدث عن إدلب. يعني هل هذا التصعيد للا تصعيد الذي يمكن أن ينتج عنه توافقات، أن ينتج عنه صفقات كما جرت يعني في أمور أخرى كانت شائكة ومعقدة، أم على العكس تماما يعني استنفذت كل المحاولات وسيكون العمل العسكري أمرا محتما واقعيا بالنسبة لتركيا؟ يا سيدتي، يعني أمريكا مع الأسف هي يعني سياستها في الملف السوري سياسة فاشلة، وهي تعي ذلك تماما، وبالتالي هي تحاول أن تستدرك ما الفشل الذريع الذي تعانيه بعد أن تم تسليم الأمور إلى أستانا وروسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة على الأرض. وحليفها في الملف السوري هم الأكراد، المجموعات الكردية المسلحة، وهي الآن تقع بين خندقين، خندق أنها هذه الحليف لأمريكا وهذه المجموعات الكردية المسلحة البي وادي الواي بي جي، هم أعداء إرهابيين لتركيا الحليف لأمريكا المفروض. لذلك السياسة الأمريكية هي وقفت مع الصف الخطأ، عودة أن تقف مع تركيا هي اختارت أن تقف مع مجموعات مسلحة تعتبر تركيا أنها إرهابية، هذا أول خطأ. ثانيا يا سيدتي، تركيا هي المعنية بحدودها وأمنها القومي، لا تهديد لأمن القومي لأمريكا. وبالتالي السياسة التركية الآن بعد محاولة الانقلاب الفاشل وتورط أمريكا، يعني على الأقل بأنها استخباراتيا كانت تعلم بمحاولة الانقلاب الفاشل، وإلى الآن ما يزال جولا الرئيس المنظمة الإرهابية في ما يزال موجود في بنسلفانيا في أمريكا، وما تزال أمريكا تعاند في عدم تسليمه والتسليح لهذه المجموعات الإرهابية. هذا أدى أن تقوم تركيا بالمحافظة على أمنها منفردة، وبالتالي رأينا درع الفرات 2000 كيلومتر تم تحريرها،
غص الزيتون 2000 كيلومتر تم تحريرها وتطهيرها بالكامل. هذه مناطق آمنة يعود إليها السوريون الآن. 145 ألف عادوا إلى درع الفرات، 55 ألف عادوا إلى غص الزيتون. تركيا معنية بحل هذه المشكلة على الأرض وليس من خلال إجراء إداء تصريحات. أمريكا تتخبط في هذا الملف حقيقة، هي الآن على وشك أن تخسر تركيا إذا ما استمرت في هذا العناد واستمرت في هذه السياسة الخاطئة وتزويد هذه القوات الإرهابية بالسلاح. والآن هذا القانون في حال تم اعتماده، وأنا أشك أن يتم اعتماد هذا القانون، فتركيا ستقوم بعمل ما يلزم. من أهم ما ستقوم به أنها ستستمر في الاعتماد على مصادر أخرى للسلاح، سواء كان من روسيا سواء كان من الصين، تفعيل منظومة شنغهاي، النظر في قضية إنجيرليك. هنالك ردود أخرى ستكون غير محمودة العواقب بالنسبة لأمريكا. تركيا دولة لها وزنها في الناتو، وأتوقع بأن أمريكا يجب أن تعي تماما بأن أسلوب التهديد المبطن انتهى. التعليق لاستيراد طائرات F-35 بعدما تم التوافق عليه والتهديد بهذا القانون لن يجدي ولن يعطي شيئا. قبلها هددوا بتعليق التأشيرات، تركيا قابلت ذلك بالمثل. إذا ما قامت أمريكا بالتهديد وتعليق الآن هذه الصفقة أو تزويد تركيا بالسلاح، تركيا لديها مصادر أخرى، لن تعدم المصادر الأخرى، ولكن تركيا ستكون هي قد وعد تماما من هو الحليف ومن هو العدو، ومن يدعم عدو تركيا أيضا سيكون هو في خانة الأعداء. سؤال أخير بعجالة لو سمحت سيد باولو فان سيراخ، كما استمعت إلى الدكتور كاتب أوغلو، ستكون هناك عواقب يعني وخيمة إذا صدق على مشروع هذا القرار. قلت منذ قليل الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخسر تركيا، بالتالي ماذا نتوقع؟ مرة أخرى إنني أعبر عن رأيي الشخصي كمحلل وأقول أن هذا سوف يكون خطأ كبيرا، إن ذلك سوف يعرض العلاقات الثنائية ما بين أمريكا وتركيا للخطر. ومن وجهة نظري أعتقد أن هذا أيضا لا يسمى مصلحة أمريكا. إن نظرنا إلى سيناريو الشرق الأوسط المعقد فإنه لابد أن يكون لدينا دولة قوية جدا هناك، ولابد أن نكون على علاقة جيدة معها وهي تركيا. وحتى الآن وبسبب قضية الأكراد فإن موقف أمريكا في أمام هذا الصراع بالطبع وتصرفها بذلك الشكل سوف يعرض علاقتنا مع تركيا لخطر كبير. وكما قلت سابقا أن تركيا هي أقوى وأقدم حليف، وتركيا بالطبع كانت قد أوضحت موقفها من الأكراد بشكل واضح جدا. وحتى لقد استمعت إلى ممثلين عن تركيا يوصلون هذه الرسالة بشكل واضح جدا. إذن وإنه واضح جدا أن تركيا لها موقف معين من هؤلاء الأكراد، وهو أنهم يهددون أمنهم القومي ويهددون حدودهم، ولقد تم توضيح ذلك لأمريكا في الماضي، وحتى أمريكا كان قد تفهمت ذلك. إن هذا يبدو وكأنه موقف عدائي، وكما حدث كما ذكرت مسبقا أنه في العام الماضي قد تم التوصل بعض الاتفاقات، والآن عندما نتحدث عن هذا التسليح وإيقاف أيضا بيع الأسلحة لتركيا فإن ذلك سوف يكون مشكلة خطيرة. الآن يبدو أن كل شيء قد انعكس كما ذكرت لك، وبالطبع أنني أقدر مخاوف تركيا، وبالنسبة لي هي مخاوف معقولة جدا، ولذلك سوف يكون ذلك خطأ كبيرا إن قمنا في واشنطن بالاستمرار في ما نقوم به الآن، خاصة في فقدان دولة كبيرة جدا في الشرق الأوسط وهي حليف قديم وصديق أيضا، دولة سوف تكون دائما بجانبنا، ولا بد أن نكون بالطبع في انتهى وقتي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا باولو فان سيراخ، رئيس معهد السياسة العالمية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وأشكر الدكتور يوسف كاتب أوغلو، كاتب ومحلل سياسي، كان معنا مباشرة من إسطنبول. دكتور إبراهيم الجباوي، أرجو أن تبقى معنا لقراءة في المحور الثاني من تفاصيل، ولكن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا ومستمعينا ثم نعود، ابقوا معنا.